بصراحه ابراهيم فايق يستاهل، مش هنكدب على بعض ونشتغل بعض. ابراهيم فايق اوقات كتير جدا بيكون قاصد ان هو يطلع ترندات بالحلقات اللي بيعملها، وقاصد يطلع ترندات بالاسئله المريبه اللي بيسال فيها ضيوفه. يعني مثلا انك تسمح لضيف زي شوقي السعيد ان هو يتكلم على ان هو بيكره الاهلي شخصيا، وان هو بيتمنى الاهلي ان هو يخسر، والكلام ده تقوله في بيتكم وانت قاعد على القهوه بابا، ان ما ينفعش تقوله في برنامج بيتفرج عليه جماهير، وما ينفعش كمان ان نفس المقطع ده هيتقطع من الحلقه وينزل على قناه دي ام سي على يوتيوب على شخصات الترويج للحلقه. ده مش قصدك انك تطلع ترند. طب خلاص بقى استحمل لما جمهور الاهلي يحطك في مرمى الهدف ان انت لا يا ابراهيم ان انت لغم متابعه ابراهيم، وابراهيم فايق بيعمل حاجات غلط وكده ما ينفعش. يعني كل الناس في مصر ماشيه صح على ابراهيم فايق، وكلهم اساسا بتوع استقطاب، ويلا الموضوع ماشي ازاي. بس مع الاسف ده كله بيكمل حالة الاستقطاب الغير طبيعيه اللي احنا بنكملها في الرياضه المصريه او الزريبه الكرويه المصريه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيك. النهارده هنتكلم على قصه رمضان صبحي، وهنتكلم على لود ازارو ومدى احتياج الفريق الفني ليه، وهنتكلم في حوار صالح جمعه. بس قبل كل ده مش هطلب منك تعمل لايك او تعمل اي حاجه، كل ده بقول لك انك ما تشتمنيش. اه يا اسطى ده طلب صعب شويه، بس دي الحقيقه. يعني احنا مضطرين ان احنا نطلب من الناس كده علشان خاطر الموضوع بقى صعب، وبقى جو احتقان غير طبيعي، وما تفهمش ليه. يعني دي فتره من أسوأ فترات الرياضه المصريه كعالم كره قدم، مفيش جمهور في الدوري بتاعنا، منتخبنا بيضيع، اهلي والزمالك الدنيا بالنسبه لهم مش مظبوطه قوي محليا وافريقيا. يعني جم واصلين الاثنين مع بعض في دور اربعه، ودي حاجه ممكن تكون طفره نوعا ما ان هم الاثنين وصلوا مع بعض. لا بقى احنا نقعد بقى ندور على كل حاجه ليه بقى؟ بس في قنوات اهلي وزمالك الاثنين بيبصوا فتنه مع بعض، والاثنين اساسا بيقعدوا يلعبوا على حبال كتير قوي علشان خاطر طلع الانديه ترندات، وعلشان خاطر طلع حلقات بتاعتهم اللي فيها حشو كتير ترندات. والمهم ان احنا نطلع على اي حساب هنعمل تعصب، مش مهم التعصب ما موجود في مصر بقاله فتره طويله، بس احنا دلوقتي هنركز على كل تفصيله هايفه تجيب تعصب كتير. ومنهم مثلا حلقات زي حلقات ابراهيم فايق اللي اتكلمنا عليها في البدايه، ومنهم مثلا ان هو بيروح يجيب كل الناس ويسالهم اسئله مريبه بحيث ان واحد فيهم يغلط او يطلع كلمتين يطلعوا ترند بعد الحلقه، وابراهيم كسبان كده كده شتمت او ايدت كده كده ابراهيم طلع ترند والموضوع بالنسبه له زي الفل. اما بقى يا صديقي هنتكلم على الفنيات والكلام ده. لو اتكلمت على الفنيات وقلت ان الاهلي في مشاكل، يا نهار اسود يا نهار اسود، انت واخد فلوس من مرتضى امير دافع لك، انت بتكره الخطيب، يلا انت حاقد انت حاسد، ومحدش هيفكر في الكلام بتاعك بمنطقيه خالص. يعني مثلا لما تقول للناس ان يا جماعه رمضان صبحي عنده مشاكل في موضوع مفاوضات معاه، ان رمضان نفسه يجي له عرض اوروبي محترم من انديه الدوره انديه الدوريات الخمسه الكبرى في اوروبا، اذا كان انجلترا ولا ايطاليا ولا اسبانيا ولا فرنسا ولا المانيا، بس مع ذلك الراجل بيواجه مشاكل لانه ما عندوش عروض قويه نوعا ما. حتى اودونيزي اللي بيتكرر كتير في الاعلام العرض مش رسمي ومش حقيقي، وحتى اولمبياكوس لما دخل عرض 1,300,000 على اداره هايدر شيفيلد اللي حاطه بادجت كده 5 مليون 7 مليون وطلع بيهم رمضان صبحي، ما تفهمش على ايه. يعني الاسعار اللي هم حاطينها بالنسبه لرمضان دي الموضوع ماشي ازاي؟ حتى الاهلي في مفاوضاته معاهم الاهلي بعيد شويه عن الطلبات اللي هم عايزينها. يعني الاهلي بيتكلم في 3.5 مليون، في حين ان هايدر شيفيلد ماسك على 7 مليون لو بيعوا الاهلي، اللي هو يا عم ليه ده لعيب، يعني ارقامه بسم الله ما شاء الله ما كانتش مبهره قوي معاك، وكمان ارقامه في العرب مش مبهره قوي، فانت تطلب الكلام ده بناء على ايه؟ بس ده ما يمنعش ان رمضان صبحي برجل واحده واحسن طرف في مصر غصب عن اي حد. ده ما يمنعش برضه ان رمضان لو جاله اي عرض في اي حته قويه هو هيفكر ان هو يمشي من الاهلي، لان اي حد الاحتراف واول تواجد في مصر طبيعي ان هو اختار الاحتراف. وكمان دخول الميريه تركي الشيخ مع الاهلي في الصفقه، بس الميريه برضه رابط على 2 مليون دولار، تخيل الميريه رابط على 2 مليون والاهلي مستعد يوصل الموضوع ل 3 و4 مليون. لا يا معلم، في رغبه قويه جدا في الاحتفاظ برمضان صبحي من ناحيه الاهلي ومن ناحيه لونيا فايلر. اما الشق الثاني بقى في شق وليد ازارو. وليد ازارو مبدئيا لما دخل في حته ان احنا عايزين نراجع وليد ازارو، ده معناه ان انت ضربت الماركاتو بتاع الافارقه بالجزمه، ضربت موضوع سيرينو، ضربت موضوع موليكا، ضربت موضوع اي حد اسمه المفروض كان بيتطرح كده، وليد ازارو ضربه بالجزمه. ليه بقى؟ لان انت لما وليد ازارو هيرجع هيكون كمان عندك مشكله ان انت محتاج تمشي واحد من الافارقه، يا اليو باتجي يا جيرالدو، وبالنسبه كبيره جدا جيرالدو هو اللي ماشي. بس جيرالدو هيعمل زي وليد ازارو ويحس ان هم مزنوقين فيطلب ان هو يروح اعاره او ياخد فلوسه كلها كامله، الموضوع برده كان فيه شويه مشاكل، لان وليد ازارو عمل نفس الفيلم ده ساعه التوقيع مع اليو باتجي، ساعه التوقيع مع اليو باتجي والاهلي كان مزنوق في ان هو محتاج يأيد أيوة باتجي على حساب اي حد. الاهلي ساعتها دور على عرض الافارقه اللي عنده ما لقاش اي عرض غير عرض الاتفاق لوليد ازارو، فراح عامل معامله ارسور في يوفنتوس اللي هو عديت على راكيتيتش ما لقيتش، عديت على فيدال ما لقيتش، اول ما جالي حاجه لارسور رحت مطلعه. ده اللي حصل مع ازارو بالظبط، غير ان هو علاقته ساعتها بريمي فايلر كانت سيئه. فدلوقتي بقى بيقول لك احنا محتاجين ازارو فنيا، اللي هو ازارو اصلا من يومين كان بيتفاوض مع الاتفاق السعودي على تجديد العقد، بس لما التجديد باظ وازارو كان طالب فلوس كتير قال لك لا 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 احنا محتاجين ازارو فنيا، اللي هو يا ما انت محتاجه فنيا على اي اساس؟ مثلا اه عندك مشكله في مروان، اه عندك مشكله في اليو، بس برضه ازارو مش مناسب لطريقه اللعب بتاعت فايلر، غير انه علاقته فايلر قبل ما يمشي ما كانتش واو، ودينا شايفين ان الراجل
لما بيحط مشاكل مع اللعيبه هو بيكون الطرف الاقوى، ودي المدربين في الكوكب كله بيعملوها. بس مثلا لما الراجل يجي يعملها مع صالح جمعه، لا ده بيكره صالح جمعه، هو حاطط على صالح جمعه. بص، فكره ان صالح جمعه هيشاهد الماتشين بتاع سموحه وجونه من على مقعد وحاط رجل من بره كده وبيتفرج ان هو مش حتى في الكوره في السكور ولا حتى على الدكه ولا حتى اي حاجه، فده معناه ان الراجل بره تماما فكر المدرب. المدرب بيحطه ليه في التمرين؟ ده ممكن تقول من ضغط مجلس الاداره، لان صراحه ما حطش في التمرين هيبقى يحق له ان هو يفسخ العقد من طرف واحد، ده اللي فيفا بتدي الحقوق دي للاعيبه. ولو صلاح فسخ العقد من طرف واحد هيروح على فين؟ هيروح على الزمالك اللي عبد الله اخوه، ساعتها بقى الزمالكاويه يقول لك ردا على صفقه كهربا والموضوع هيبدا. حتى لو سمعت هبد كتير قوي على ان صلاح جمعه ضرب فايلر بالقلم، وفي حين ان صلاح جمعه سنه واخد اجازه، وفي حين اساسا ان مفيش حد في العالم كله يقدر يهملها، يعني المدرب ده مفيش مساعدين، يعني المدرب ده واقف لوحده، مفيش لعيبه اساسا هتروحتك كده. اللي هو في اشاعه دمها تقيل طالعه من صفحه ندوش، والكلام اللي احنا متعودين عليه على السوشيال ميديا ده. بس للاسف الشديد طول ما هم ماشيين الوضع ده على السوشيال ميديا، الموضوع مش هيبقى مستقر نوعا ما في مصر. يعني صلاح جمعه مش هيشمها مع رامي فايلر مهما تنطط. يعني وليد ازارو لما يرجع هيكون وجوده غير مفيد، غير ان انت تحط ازارو جنب صلاح جمعه جنب حسين السيد. احنا حاطينكم يا ابني علشان خاطر مش لاقي لكم عروض بعيد عن الزمالك، لو لاقي لكم حاجه تاني والله يا ابني انتوا ما تلزمونا فنيا، ولا الدنيا بالنسبه لكم زي الورد، مش عايزينكم خالص. اما ناحيه رمضان، فانا زي ما قلت لك رمضان صبحي لو شايف ان في عرض كويس جاي له بجديه من اوروبا مع موفيت هاردر شيفيلد، مش هيستنى لحظه في ان هو يسيب الاهلي. وصراحه عنده حق، ان الدوري المصري التواجد فيه بقى صعب جدا جدا جدا، حتى مجرد الحديث فيه على كل حاجه بتحصل بقى صعب جدا. اتمنى ان الاهلي يكمل في صفقه اسامه جلال، لان صفقه اسامه جلال الفرقه فعلا محتاجاها. انت محتاج مدافعين، لان المدافعين اللي عندك اصاباتهم كتير زي رامي وزي ياسر، فانت محتاج مدافع قوي، لان انت مش هنرجع برضو نعتمد على ايمن اشرف كمان ساك، لان الموضوع بقى متعب نفسيا جدا جدا. بص، زي ما قلت لك في اول فيديو، والله ما عايز منك انك تعمل لايك او تعمل سبسكرايب، انا كل اللي انا عايزه منك بس انك ما تشتمش. لان انا كواحد بيتكلم في الكوره دلوقتي، انا واخد الدوري المصري ده ك يعني رحله ترانزيت، اللي هو لما دوري ابطال يرجع ولما الدوري الانجليزي يرجع والدوريات الكبرى، والله ما هنتكلم فيه خالص عشان ما حدش بيحب يشتم نفسه.